لكم كما كنقولكم دائما، اسمي أمير جبان الأوفيسيال. كانت من هذه المرة كنت هنقول لكم بأن أنا غادي نرفع لي فيديوز ديال جي تي اس أندرياس و جي تي اي 5. بالنسبة جي تي اس أندرياس لعبتها ولعبتها شحال من مرات إن شاء الله. كان وعدكم نبقى نعطي لكم ستوجا كاملين و بعد كوديس دخلوا جدادين في روك ستار جيمز. شركة روك ستار جيمز عملت واحد ليكودات جدادين، كنتمنى تشوفوهم. وانا ان شاء الله نبدا نعدل لي فيديوز كل نهار دائما سيمانات. اوكي، اميشو باني معكم دائما في اليوتيوب. بيس.